من خبشف او امام حال خبشف خبشف امام حال خبشف نقول بسلم مش بسلم جلاء كده زي بتاعت حرم انس انا تجيب لابن رمسيس الثالث ابن رمسيس الثالث وربما لا أشهد خبشف أو أمين خبشف كما تذكر في النصوص هنا من المقابل الفريدة في هذا المكان ليس فقط من خلال مناظرها ولا تكوين المعمارية إنما فريدة لأنها مقبرة لرجل وهنا بنتصور أن وادي الملكات لابد أن يكون في معظمه لملكات أو أميرات خرج عن هذا التقليد حتى في إطار وادي الملوك والمقابر في وادي الملوك ليس كلها للملوك وإنما عندنا مقبرة يوريا وتويا كما تسمونه بالإضافة إلى بعض المقابر هنا على أي حال في وادي الملكات أو في رحاب وادي الملكات يطرق بعض مقابر الأمراء العنصر السائد الزخرفي علامة خكر وده أمر واضح العنصر الثاني السائد اللونين البني والأزرق أو الطولي والأزرق الشيء الثالث الواضح أن التقليد تجري من قبل الملك نيابة عن ابنه الأمير الصغير ورغم أنه كان صغير السن جدا فيما يبدو لكنه حمل مجموعة من الوظائف من ابنها سجن سور الوراء سجن في المكان بتاع رمسيس الثالث قائد حجرين بتاع القبطان الكلب الملكي والمشرف على الاستمرار بتاع الخيول الملكيه كلب صغير اهو ماشي شايل هذه المروحه هذه الريشه العنصر الرابع ان المناظر تجمع بين الملك ممثلا لابنه يعني هو بيتعبد او بيتقرب او بيقرب من الطقوس لها نيابه عن ابنه ابن صغير قوي ولد صغير ما داش يطعم زي بعض الناس هنا المنظر الذي يجمع بين الله يزيد وبين الملك رمسيس ثلاثة وبين الله شحوتي هذا الكاتب الذي يقوم بمهمة تسجيل الأحداث الجامعة ضايعة شوفوا الأيد المرتدة هنا وهو الأيد المرتدة هنا وسط يزيد يزيد لابسة حتى الثاني اللي جمع بين ايه؟ جسم نخبت ورأس واجد مش نخبت كم؟ خد بالك جسم نخبت ورأس واجد وبعدين هذا التكوين الغريب لله واجد وبعدين فوق القرنين قرص الشمس عظيم الحسام اللي اتكلمنا عنه يختلف بطرفين طويلين سنة من سمات عصر العصر موجود في كل حد في نفرتالي في المقابر وفي المدينة شخص التأخير فتح الباب الضلمة اللي لقى في ناروسه في مقصورته البخور اطلقت بيديد سنتر ثلاث مرات ديت اطلاق سن نذر اللي هي البخور ثلاث مرات لابوه بتاح حنتي لن كيريو في ام كواسيت ده اسمه بتاح حنتي لن نيت اللي هو زي بتاح باتنن بتاح بتاع الارض البارزه اظن الصورة مفتوحه من هنا ومفتوحه من هنا وبتاح ظهر عشان يجي القصه فين ابن الملك؟ فين الزبون هنا؟ كل ألقاب هيك بعقد رباط حريد التاوي سجن سور امراة سسمت يا سلام سسمت أو سسم سسمت الخيول أنت ست بتاع ثاني سور ابن الملك مدينة هنا بقى احنا بنسوق متأخر مش البطة كاملة ولا حاجة اسمه عمرو مفيش حر دي خالص مش عارف إذا كان مش فاكر ما شفت المرة هنا بالحر إذا كان الأستاذ طه فاكر عمرو مش خبش الفقر يفضل خبش خبش معناها قوة وخبش معناها سيف خبش أيضا معناها سيف يعني يدوم قوته أو شيء من هذا القبيل نستمر في المناظر ودائما يرابون هنا في علاقة بتاح ده وظهر مرة بتاح ثانية لابد نحن نميز بين ما بين بتاح خمسي من ميت ومن بتاح تاتين ده صورة هنا صورة أخرى من بتاح لأنه لقبوا إيت آي والتك والمرأة والشرطة والفن أبو الآلهة بتاح أبو الآلهة ايه نزلوه ابو الالهه كالاخر وادي المراتيش رمسيس ثلاثه شوف المسكه رائعه اللون الازرق اللي انا تحت كده
خارج من البيت بكل التفاصيل الفنية تفاصيل الملابس الرائعة هنا برضو رداء رائع بتاع الملك زي ما انتم شفتها. شوفوا الحزام هنا رائع عملية تحزين وسط هذا الأمير. والأمير مرة أخرى أمير خارج إيه ما فيش حاجة صار يسوي ما فيش حاجة بعد أول النبي مشرف على الحلول الملكية وكاتب الملكي والأمير الراسي مدنة سبابه معلش عم نقوم بكاتب الكاتب دوامة دائم مواجد أهوليس ولا موت النبلة والموت في الأف خلاص دوامة كاتب كده أنا في حال دوامة كاتب والألقاب التقليدية شوف هنا لابس تاجي أزرق تاجي النبس والرئيس قرص الشمس المغنح وبعدين هنا جد نجوم إني مخيل خير الزبون اللي هنا ليه بقى إيه بقى لابس تاجي أزرق كمان حلو زي تاجي الملك الأزرق وده يمستي وبعدين هنا مع الإله عزيز. وشوفوا برضو التاج الجميل بتاعها اللي الأول مرة بشوفه جسم نخبت ورأس واجد ماشي ولا ماشي بقى لا زي الحالة هناك منظر جميل جدا لأنك عزيز لا مش شرط اسمه انت تظهر بقص الشمس القرنيه لا يا صاحب الكلام لا 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 وشوفوا كل مره رمسيس الثالث يسخن الثالث مختلف غير وعنده مدخل براي عن يمين وعن يسار السر الفيل والدار والتاج فوق وقرص الشمس المغلح على الخليط معايا هنا فوق هنا هنا يا استاذ يوسف قرص الشمس المغلح وبيحدث على اليمين والعسار ادفو دول ادفو ده ادفو ده شيء حول البحر دول موجود في كل مكان ما دي نيجي كده الجنة الراخر اسمحنا لما نبدأ من هنا بعد اذنك نفس الشيء المنازل المتكررة الامير قدام عبوه طقس تبخير طقس تقديم الشعلة جبنا دول اهم اظن حتى الاعلام باين وده يبقى شوف بقينا شباب لا جبنا دول يشوف مفيش مشكلة ناس تلاقي برضه تحت هنا مكسورة وتحت هنا وخلص تلاقي المغلق وبعدين صح راس صقر وجسم انسان هبقى اعمل انا فيه ايه ده بقى؟ قلع سنوات قلع سنوات ما هوش لا صقر ولا حرس ولا فرختي ولا انما القلع وسنوه هاي ثلاثه فيها الان الزياده دي وبعدين قال يبقى ده قلع سنوات وبعدين التكوين اللي ما بيشوفوش كتير احنا بنشوف جحوتي اذا كان طبعا راس الان ما بيشوفهاش كتير مع الشكل الاداني مع الجسم الاداني انا بنشوف راس ثاني مره لكن انا مش حوتي ده حبي حبي شايفين علامة حبي لما بقول لكم مثلثين مشتبكين على مستويين بس تبقى مثبتين مع بعض حبي بقى او حبي في اطار اثناء حورس الاربعه وبعدين هنا يا هتقولوا ازيس يا سلام لا ده هتحور بقينا كويس دلوقتي بقينا مهتمين بان احنا نقرا عشان نقدر نعرف ان دي زي دي زي دي زي دي يبقى واضح ان انا في لحام لله هطول اتفضلوا شايف يا استاذ طه غيره ونضيف ازاي اصلا بتاعت الناس التعبانين اللي متعبين الناس المتعبين اللي هو بيتكلموا عن الموتى تعبوا بقى ده عايزين يوصلوا الى بر الامان في العالم الثاني كل بوابه لها مسمى يا ريت نحفظ بس ولا مسمى بوابه ولا اثنين عشان نقدر نشوف ولا او ساعه من ساعات الليل او ساعه من ساعات المراد يعملوا بعض كده لأن كل ساعة لها اسم وكل ساعة فيها مرتبطة بعدد كبير جدا من الأميال وكل له له اسم له صفة جانية إذا هو في مواد البوابة من البوابات اسمها السبع خط والبوابة أهو مش عارفين التكوين بتاعها أهو وبعدين سبعة إيه إند ورد الناس اللي تعبانين أهو كسلانين شايفين تقريبا كام إزاي علامة السلبية سبعت علامة اثنين علامة التعبانين وبعدين هنا أمرأة في حضرة بعض الأميال المسؤولة عن حراسة هذه البوابات بتقولوا على الأنوريس ولا اسمه ده دوام الاف ولا قرع سنوات ولا وجه وجه لا ده ماسك سكاكين يبقى من الاعلام الحارسه رواد البلاط واللي بتلعب ايضا دول في حراسه هذا المركز المقدس ده راح واسمه غريب جدا اسمه حنب سيف البروبول وبرده هنا الجماعه التعبانين احد الاف العالم الاخر لو بصينا على الجانب الاخر هنجد عوام بوابه اخرى وبرده بيتكلم عن مرابط الناس التعبانين ابن معاه وابن مره واحده كبيره البوابه اهي هو بنفس البوابه السبع خات الموت السبعه دول انت ولد برضو نفس المجموعه التعبانه التعبانه المتعبه بلاش عايز اقول كلمه التعبانه المتعبه يعني الموتى الذين تعبوا من رحلتهم في عالم الغرب فلازم يختلفوا هذه البوابه وبعدين ايه كيتين مين هو جسم انسان ماسك
هذه السكاكين تحرك البوابات كلها في كتاب البوابات، ثم رأس ثور من أرغين أيضا ربما لثور وقرج الرأس أيضا أشكال غريبة جدا كلها من أليات العالم الآخر في كتاب البوابات. ثم هنا في كتاب بوابات الله يبارك فيك. والراجل ده غريب جدا كود جدا كود جدا ده انا معرفش جسم انسان كل شيء حوالي شوف الفراشه كده غريب كمان بسرعه فراشة ده بقى جسم انسان سكرتين مطبقين تمام فعلا منقار يبقى نسر ولا تمساح لا مش نسر مرسوم حيوان من الحيوانات بتقدر تجري البارحه وبتستمر المناظر بعدين بنصل الى هذا المنظر الرائع اللي موجود ايضا في مقر الانتاج بص كده في المرمى بص في المرمى واجد ونخبت وقرص الشمس ويحمياني الخرطوشين والخرطوشين محاطين بأصل الجمل علامة شن يعني بيحميه اسم الملك منظر رائع موجود في مقبرة نفرتاري شفتوه في السلايدز شفتوا معايا النخبت والواجد دين مع بعض الى هاتين الحماية بيقوم شوف المنظر الرائع احنا برضه قرص الشمس اللي بحبت اجمل من كده واحلى من كده الوان اللي بحبت اللي هي سن الفيك بور والدابر تيه والمدينه من كراهيه ثانيه دلاله على تاصل عقيده الحوار بحدتي في عقل وذهن الانسان المصري اللي بعد موجوده لكن الوان دي زي ما تكون معموله امبارح السقف يبدو لم ينتهي العمل فيه شوفوا هنا بقى ميسوبيتي مكتوبه ازاي وهنا ميسوبيتي مكتوبه ازاي على اليمين وعلى اليسار قبل ان تتخيل وبعدين بندخل الى هذه الغرفه الغريبه غرفه الدفن الغريبه اللي فيها غرفه دوس الضخم وفي جوه بتاع باترينا صغيره فيها القسم الثالث في المقبرة والأخير وفي تابوت في النص. في الركن الأيمن عند إعجاز محطوط فيها. طبعا حد أربع حد من حجم هذا الأمير السعودي بالضبط ما مش متأكد إذا كان معرفش إذا كان بيرتبط فعلا بالكبير ولا لا. وبعدين زادت المشكلة اللي هي دي الإمارات بتسموه الجنين ولا أي حاجة ما أظنش إن ده البين متصور ده لا طبعا ولا أعرف إيه ده يعني ولا أعرف جابوه منين ولا لقوه فين ولا انتم نفس الفترة ولا انتم ما أعرفش معنى شو الحاجة تفتكروا ان انتم نفس الفترة يا أستاذ هو أثناء تنظيف المقبرة دي من هي اللي المقبرة دي كانت مسؤولة في عصر تركي في اي عصر في اي عصر في عدد المصريين دائما الاطفال الصعب بالذات دول يكونوا في نفس المنزل بتاعه في الارضيه بطلع من العصر ممكن العصر يعني قلت او حتى من قرنين او من ثلاث قرون يعني بالتاكيد لا صلة للعصر المصري القديم او اسر 20 بهذا الشيء ولا صلة على الاطلاق بينها وبين صاحب المقبره ولا حد خالص الرجل مكتوب هنا ان هو لقوا الاسرير بتاعه مدفون في المدينة يعني مدينة الجنوبية اللي تصب الجنوب وادي لو ايه؟ مكتوب هنا هو في الاطلاق الدنيا عثرت عليا كانت في مصر في مدينة الجنوبية في بداية القرن العشرين عثر عليا بيت الكردوس مدفون في رزيم وادي الانيل الاحمر وهو من البلدان الجنوبية التي تصب في جنوب وادي المدينة جنوب يعني ما كانش هنا جوه المدينة ما كانش في المقبرة حتى ما اعرفش في الاطلاق الدنيا فين؟ من البلدان الجنوبية التي تصب عثر عليا مدفون في رزيم وادي الانيل الخامس خامس مقبرة أيضا أحد الأمراء أبناء 53 أسرة 20 هذا الأمير يدرك جدا هذا الأمير اللي اسمه مكتوب هنا في الحرف شاهين سالسو الصف الثاني هو لقبه السل ان فتح بسي ان باف نبعخ واج سالسو بعدين خاء المواسط خاء يعني المشرف في طيب خاء المواسط يعني المشرف في طيب نفس الشيء في رحاب ابوه بيتقدم نيابه عنه بكل الطقوس التقليديه هنا واضح ان دي بتاع فاطمه او بتاع اسف بسي ان باف خد بالك كان في بتاع خنتي
سيد مش عارف ايه هو بتاع بتاع دينا انا بتاع ريسي ايمبال اهو ريسي ايمبال اللي جنوب الجبال او المكان اللي جنوب جبال وهذا المعبد الشهير الباطين الموجودين طقس التقديمة بالنسبة لله جحوتي وهنا خلوا بالكم جحوتي الناس يكتب نبش منه انما كتب نادر عار الحالة مكتوبة بشكل برضه مش دقيق هيبقى في اخطاء كتير جدا في الكتابة في سنتين 19 مش كتير جدا يعني كتير نسبيا السقف هنا كان هنا مصور على شكل نجوم السماء المفروض كان نفس الشيء يحدث في مقبرة الأمير الآخر اللي هو أمون حرخوبشيف لكن لم ينتهي تشكيل السقف ونبي أجانب ده واحد بتاع ثاني خالص شكله جميل جدا الدم الأزرق واللون الأخضر في وجهه الدقة التقليدية دي هذا هو بتاع سكر بتاع سكر كما هو الجد بيقول بتاع سكر والخلط بين بتاع او دمج بين بتاع وسكر وبتاع وزويز وسكر وبتاع الى اخره كل ده موجود في التاريخ او الحضاره مع كده مثلا وبرضه القرن التقليدي هو انه كان خد بالكوا الوجود بتاعه هو في المدخل ان هو كان الكاهن السن بتاع بتاعه هو كان كاهن بتاعه مش مشرف على حصان ولا حاجه وانما كاهنا في هذا البلد وقصه الشعر التقليديه مفيش دليل في هذا البلد ودخلنا الحضرة دي إلى علامنا أنا أطلعت من المغار يتضمن مجموعة من الحضرات الجانبية على اليمين وعلى اليسار سبحان الله أستاذ أنا آسف تفضل شوف هذا شوف هذا الخندوق جد بتقول إن حضرة في يوم الآخر في يوم الآخر خلينا أنتوا أمون الجدار الأيسر للباب أمون بيدخل لأمون يسار يمين يمين سريع سريع تفضلوا سلام عليكم خلينا كده في عشان نشوف الكلام ورا شويه شكرا لو انا برضه الكتابه ما استطاع ان ادافع شيء فرصه لكن كل الناس اللي ما دخلوش تفضلوا يا مايك تفضل يا نادي تفضل يا اثنين ستات زرعت ده بيوتي انما جبت دول انجليزي وجبت دول ده الحاج اظن ده امر واضح ثاني ده اسم الراجل سام انتبه عار بتاع العظيم بسيء الباب بعدين ثالثه خاء مواس اظن ده خالد بعدين جد ايه بدون مكتوب وحش قوي ايه بمخي خير بنستي بمخي بنستي هنا في الحق من جوا مدرس بشكل الدرجي الغريب ده اللي بيفكر له اصلا جوا مين اف جوا احمد رجال وبعدين هنا ما فين ده الجنجي؟ فين ده الجنجي؟ مش هو فين ده الجنجي؟ جنب 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 إذا اسمه جنب ده جنب هو كان الجنجي إذا جنب ده هنا اسمه بعض أحد آلهة العالم الآخر بعض بهذا الشكل الغريب وبعدين حور أو سكر المخي اللي هو الطفل المتخفي او خالق ولا هم ازاي المتخفي بعدين هنا اسير هنا ده بتحرز شكلها بالموت ننسى عليه وزريس هنا وبعدين بتاع سكر فين بقى بتاع سكر او متين زي بعض لكن الذبح سكر بعدين فين ازير حد زي دي يبقى فيها صف بقى الموضوع فبحث من عليها هذه ده بتحرز هذه اسير ده بنات اسير سنه بغش الصف ده بقى الموضوع خالص لا لا أصير كم دينتين ولا لا شو بقى لو شو بدك تقول مين؟ ميت 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 لكن هنا يزيد ويزيد سرعة خاصة قريب طبعا الكبرى طبعا الكبرى بعدين هنا حول الله الله الحرس الطفل ده مالناش دعوة بيه طب ايه ده بقى يزيد مدير هم؟ رعد مدير إله الشمس بتاعت الإله الآلهة اللي هم ايه؟ سامة العالم الآخر رعد اللي لها رعد شوف لها صورة في معبد خمس ورعد لكن شكلها أنا غريب جدا بالشكل العناصر البشرية الحيوانية الغريبة جدا وبعدين مين اللي عندنا هنا؟ مين ده؟ تبع سنوات تبع سنوات تبع سنوات سنوات وبعدين هنا نفس الخبز دول وبعدين هنا حبيب اللي هو الابن الرابع او احد ابناء اه
شوفوا حاجين مكتوبة زي ما دي العلامة كل شيء مكتوبة يا شباب انباع دائما بالاربع حاجات المتكررين هنا بس مش دائما هو الحار والرأي اي محيان المكرم المكرم لدى المكرم لدى مين؟ لدى الله فلان وبعدين شوف هنا بقى ممكن الله دي سكة 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 مفيش دي عقب أحد لكن الله سكة ودي دي شوف ملأ سورة نيت الله نيت موجودة الله نيت نيت وراها نيت وسكة مع أنه مفيش علامات لديت وسكة بكرة مضمع عليها كده وراها مش مدمع مضمع عليها وراها نقدر من خلال المكان مفتاز أوي على أشكال الأليها خرجنا من الحجرة الأولى من الحجرة الثانية العاشمية وهي أول حجرة عاشمية لو خدنا المكتوب في هذا العمود يبقى نيت صحيح ولو خدنا المكتوب هنا يبقى سكت زي الجانب الاخر لكن الموجود ازيز وخفيف لو خدنا في العمود هيبقى حالات التلمبط شديد يبقى هناك بيديروا الاتجاهين دول وهم نيت وسكت مش كده يا شباب بالظبط لا لا الرموز بتاعتهم لكن مكتوب نيت وسكت ده مع الازيز طبعا مخفيف هنا الغلبان انا بقول نعم كده سياحة تجديرة جاي بدون ان ايه احنا يعني نشيل من دماغنا فكره السياحه الله يخليك احنا بنتعلم خلاص والله الله وبعدين زي ما قلت اعملوا الماده شاورين فيما بعد امبو نبرا ستاو سيد الجبال الرئيس اظن هذا هو مسؤول عن مصر حاجه هنا بقى بشكل ادبي طب انا انتوا حطيتونا ليه؟ بدون اربعه بشكل ادبي لا في بقى لا قرد ولا صق ولا ولد ولا انا بعدين هذا الحج انا نسي والله نسي ما كملش العلاقه بتاعت الحج ولا زي سنه زي انا ابراهيم سبب بعدين زرقت ما فيش حاجه خالص وبعدين قال حسين وهنا نسي علامه القدح والله زين انا نسي علامه القدح اللي هي العليه لازم منها ميه يوم الاف وهو يوم الاف وحاد ما احنا نكمل كده ينستي شوف المين اللي نازل طلع وبعدين هناك مين من الاخر انتوا زي الجار مار وبعدين افهم بريش لا نكتيزو يزي فرق بس الورود وبعدين نفتيس ده بالحد نبت والمردان هيزيز هل شوف بقى الغلطة اللي حصلت المفروض يتبينها زي هنا لا بس نجيب تسلع هنا الرموز متفقة مع النص لا بتحط ادي لا بتحط ولا بتحط ادي جسد ولا جسد اللي هناك كتب غلط انت وسرقت ولكن العلامتين علامه الزيس وراجع غلط غلط اللي عمل الراجل بيكتب عادي الراجل اللي راجع اللي راجع ما جاش الغرفة الثانية اللي كانت عشان اللي هي الأول غرفة عشان حائط المواد إلى الباب اللي بتاعها يعني مش ممكن يكون في أزمة من كده ولما ربنا ادانا هذا الضوء الطبيعي الذي نفذ الى هذا المكان من المقبره وابرز لنا هذا الجمال كل هذه العناصر الزخرفيه الممثله في ملابس هذا الرجل يا سلام مطقس التبخير ومين بقى قدام واحد لابس تاج الشمال البطه دي والبيه والاله جد لا الارض وجاب رقبه ايه ايت اديهم فيه لقب سيد الالهه اسف ابو الالهه جب ابو الالهه شوفوا اسمه هنا حلو ازاي سانسوخ خاعم واسط والمروحه التقليديه او الريشه التقليديه بتاعته بعدين نيجي نستمر قدام شوف مفيش اجمل من كده شوف بقى وبعدين بدون ما نتحرك لو بصينا للاله المكسور اللي ضاعه دم هنا اللي في الوش بعدين نبص كده الناحيه الثانيه الهدوء شوف الهدوء ده ازاي الاي والدال والواو والبن ومش الواو العاديه الواو المختصر الواو المختصر والاله وبعدين ينبوبة لقب من الالقاب العظيمة خنتي سحلاتر خنتي شايف خنتي هذا حط ايدك على خنتي كده اللي هي الثلاث اواني دي على ستاند ايوه وبعدين الخيمة هيشوف الخيمة احلى من كده مش فاهم خيمة اهي
في حمى. اول مره تترسم او من المرات القليله في الايجيبشن انها تترسم بشكل وليت الباو. انا كنا بعمل اسبوع جاي انت من بره قدام والخيمه على شكل ناموس. ناموس عادي مستطيل الشكل لكن انا بقول لك خيمه كامل خيمه التحنيط. وبعدين انا مين اللي انا بقى مجموعة كده عشان هنبص على حاجة كده هنبص كده هنا حور يوم المكان على يمين وعلى يسار داخل خلف المرجع بحدد بين القار الملك اظن ان انا اعرف لغايه دلوقتي احمد لقينا نبقى ايه؟ نبقى عور هذا نبقى ايه؟ تمام ده بتاعي ايه؟ تخش شفت المجمع شوف بقى مروحه قد من كده ايه؟ زي مروحه اللي معاها وقت كده شكلها ظريف جدا. واقف هنا بقى ايضا في رحاب كتاب البوابات. شوفوا بقى البوابه رقم كام دي؟ 3 6 9 9 بوابات. بسم الله ما شاء الله. هو لا مش ضروري يختار مش ضروري يسجل كل 9 كل الفصول وانما كل البوابات. وبعدين مجموعه من حراس البوابات ده من الاشكال اللي ما تعجبكوش جمال ده مش هو مش معنى ده ولا لا هو رمز دين او تكوين جرافي اسم جسم انسان شوف السكاكين ايوه انت مبسوطه بقى انت مبسوطه عشان الغنم الاله الغريب ده الوجه الحيواني الغريب ده وقرنين الاله الدنيا والنوابه كمان في زيارة بعلامة ختم مش اي مشكله على الكعب ما شيء هنا الاله هنا اسمه سيخ الورد الله اعلم منه برضه قدام بوابات يا حسن وكان على بد الملك ان كان على الملك ان يجتاز هذه البوابات مع رحلة الشمس تمام بعدين نستمر بحدث موجودة ملك اتجاه رائعة يعني فعلا ما فيش تاني زي كده بعدين بوابة نفس اخوه قافل يعني اللي بيغلي اعداء الكمين دي حطهم في الميه بيغليهم في الميه بيسلقوا الراجل لازم يكون مدمج واقف شايف علامه النار علامه النار في كل حتى اللهب جاهز جدا برضه واحد حراس الضربات وبعدين مناصب تقديه شوف هنا ابتدى يمسك علامه حقاره مع ان لسه لما يتقابلوا نحكي بعض شوف بقى انا دي كمان ايه دي؟ جسم انسان بابا اخرى ولا زي قطه والقطه في اللغه المصريه نيو نيو او نيو بس احنا القطه اللي اسمها رمز الى فاست فهنا اراد ان يكتب القطه برمزها كوات باعتبارها حارسه من حراس هذه البوابه والزبون ابتدى يمسك الحقار هنا مش عارف هل تمهيدا سبقا للاحداث على اعتبار مسألتين مستقبلا انه ما دام ماسك العلامه يبقى اصبح او تقرر ان يصبح حاكما مصر. هنا دي كان مفروض تتم في القولات الاخرى. شوفوا بقى ده الله اعلم. حلم شعراوي الاثنين جه بقى ارنب وراس ما اعرفش ايه وابن قهوه وجسم ادمي والسكنتين التقليديتين والراجل ده حاجه جدا لكن يلا اخر قشطه ايه الراجل ده؟ الراجل ده بس خليك معانا يا شباب انا عارف بس عشان كده لما تقول بس تقول بس بس انا وكلمي معناها هذه الحمايه يعني على علامه الحمايه شفناها كتير قوي احنا بنشوفها بشكل واضح دايما مره بيقول لك خسار وعنق وكده واس وبعدين البين امير رجع تاني للمروحه بتاعته طوال وقت وبعدين بقى واحد وشه مضبوط خالص كويس انا عامل ملامح لا خد ولا لا 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 لا
الذي لا وجه له ولا ملامح يقبل الله حتى الغرام. شفناه قبل كده لكن لما بريش فعل عدل لا لا مش حاجة بعد حاجة. أيضا متصل بأولئك الأعداء المتعبين الذين يخرجون من مكان الأمان أو شيء من هذا حاجة كده. حارس هذه البوابة ده بعد السكينة انتنت مع تنية الزاوية بعدين قلت صوت المدلح هو بعدين عمود جلد منظر جميل جدا لابش جدوه وزريس لأول قلت قالوا هنا وبرضه الأربع أطلاع من المقرات عمود جلد ويمكن مش موجود شفناها موجود في الأرض لكن هنا عارف موضوعها الأرضين بتوع خلون بعدين راح بعدين ريشة العارف والاثنين واجد أو واجد نحن عمود جلد أحنا نحن نروح على ريش أنا أدخل لها بلوقت على كيلو هي ما يشيب لها وبدأ مناظر برضو عليها وفي مخصوص الزبون المعارف الحجرة اللي بنهاية الممر الأخيرة وجه اللبوة مش كده؟ يجي اللبوة دي ولا ايه؟ جارة دلاسة بلوم الله ايه لبوة وشوف بدو اللب نري أو نري النسر ده اسمه نري اسمه سيد سيد النسر ايه هو اللي مش عارف وبعدين نطلع حريم عاد الإله العظيم رئيس العدالة هو ده الإله العظيم رئيس العدالة وزي ما يكون عامل نفسه قاعدة كده شلت الحاجة واحدة الجزء الدائري بتاعه نفسه المنظر ده فريد جدا عارفه كل الناس يشوف والقاعدة بتاعته أو الشلت اللي قاعد عليها أو كرسي أو حاجة عامل زي ما يكون حجر كده مجوف مقعر كده وقاعد عليه ماشي مع سكوينة الجلسة والفصال واسم الإله العظيم سيد العدالة مين هو الإله العظيم سيد العدالة؟ قال لا وزي مش عارف طقس التبخير لمين لله حول ساغت حول سيدنا الكاسر مين مش عارف مفروض حول لا حورتي وبعدين تستمر طقس التبخير برضو لمين هنا بقى عليها بس سمعت تاني خالص انتوا بتقولوا ادي ادامي واول ما نشوفه انتوا طبعا عارف انكم تعبتوا بعض الحاجات الاليه دي الهلال مش كده ده الهلال والقمر ولا نص لا مش فاضي خالص اسمه شمس نادر شمس النبي مين شمس الراجل اللي قاعد ماسك الناخخ ده اسمه العظيم خلاص العظيم نادر ما بعدين سرقة بقى حلوة جميلة هنا سرقة الناس يعني بتخاف من الوطويج وبتخاف من بتاع ده اسمه ايه البورصة ما هم بقولنا من بالعرب بس ده ما بنطش وبعدين نادر حاجة النبي حتى لما ولا سلمة كده بقى بعدين ظهرت البنت سرعة خرج منها اطلاع حرس الاربعه بصوا تحت يا شباب بعدين وزنيس خانت الهتين منظر راح بعدين وزنيس لازم على الجانب الاخر وزنيس برضه على الجانب الاخر بقى اشوفه اول مره اشوف وزنيس خانت سح متر اللي قدام خانت التحليل ده اللي قدام خانت التحليل ده لابيس هتسيبوا لنا الضوء شويه شوفوا اول المجموعه الطوال تنزل عشان الضوء ده وزنيس اللي امام الغرب اهو قاعد قاعد الروج هنا وبعدين ده هنا وزنيس خانت سح متر خيط التحليل ده شايفين ان اللقب الفوق خيط التحليل الهي خيط التحليل تتلقب من القابة لويس يبقى اصل مر تداخلت مش اي وبعدين لازم تكون دي ميت النيت ده موجود النيت كان بتعبط الهي دي كان بتعبط فين في سايس في صعب انا استمر اكرمك الله مين بقى ابليس مكتوب ابليس فعلا خلاص بقى دلوقتي يعني الفرق كان وبعدين حرصة أسير حرصة أسير بعدين من عدد الله شعورت من الله وبعدين من اللي بعده مكتوب تعرف انبو اه مكتوب انبو انبو بقى ايه لقب ايه هنا اميوات 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 اصلا القاب محفوظ اللي في مكان الطحنة ايضا أو سأسير هذا إذا ما رجعنا قليلا إلى الوراء لأحدى قصة الخلق تذكر حضراتكم بقصة الخلق طبقا لنظريات الأشمونين
حاح وحاحت وكيف وتوكت ونونة نونة وأمونة وأمونت. هذه الرحلة التي بدأت طبقا للعقائد والتقاليد المصرية بدأت من منطقة الأشبونين في مركز ملاوي محافظة المنيا واستقر بها المطار في هذا المكان، ولهذا السبب أصبح لهذه المنطقة قدسية خاصة. هي نمرة واحد. نمرة اثنين، ولأنه كان هناك تقديس وتبجيل لشخصية أخرى هي شخصية أم الحتب صاحبه الذي كان في نفس الوقت المهندس الكبير للملك أم الحتب الثالث، عندما قدس هذا الشخص ارتبط اسمه بشكل أو بآخر بهذا المكان وهو أم الحتب صاحبه، ولهذا أصبح يعرف هذا المكان بمعبد إبو أو معبد هابو، ثم أضيفت إليه كلمة مدينة ولا أدري من أين أتت. إذن عندما نتحدث عن معبد هابو فنحن نتحدث عن ذلك الاسم الذي ارتبط بهذا المعبد وهو أم الحتب صاحبه، ونعرف القدسية التي جعلتهم يختارون هذا المكان لإقامة مثل هذا المعبد. وعندما نرجع للأصول الأولى للمعبد فلا بد أنها كانت من الدولة القديمة ثم الدولة الوسطى، ولدينا أدلة مؤكدة حول هذا الأمر. لكن عندما يذكر معبد هابو يذكر معه الملك رمسيس ثلاثة، وعندما يذكر معبد هابو يذكر معه ذلك الصرح أو البرج آسف الغريب التكوين اللي بتكون من مجموعة من العناصر المعمارية لم يجر العرف على استخدامها هنا في العمارة في مصر القديمة. وأقصد هذه الواجهة، هذه الواجهة تعبر عن تأثير أو عن عطاء متبادل بين الحضارات. فعندما انفتحت مصر على حضارات الشرق الأدنى القديمة ومن بينها حضارة بلاد الشام أو سوريا الكبرى، كان من بين ما قلبوا ومن بين ما نقلوا هذا النوع من الأبراج، هذا النوع الذي يتضمن فتحتين أو أكثر على شكل بالفعل الأبراج في سوريا القديمة وهي الأبراج في المنشآت العسكرية أو في القلاع الحربية. ولكن كون أن هذا الملك ينتمي، كون أن هذا المعبد ينتمي لهذا من الحطب الثالث، إلا أن الأمر لم يقتصر على من الحطب الثالث في هذا المكان، فهناك منشآت من أسرة 18 و19، وهناك منشآت كثيرة بعد عهد رمسيس ثلاثة من الأسرات 23 أو 22 23 24 25 26 ثم حتى في العصور المتأخرة. ومع بداية العصر البطلمي اختاروا لحد هذا المكان أيضا، ربما نتيجة لسمعة أو شهرة معينة اختاروا هذا المكان وأقاموا فيه هذا المعبد البطلمي الذي يعتبر وعندما يذكر معبد هابو فإنه تذكر معه أيضا مجموعة المعارك التي خاضها هذا الملك رمسيس الثالث ضد من يسمون بشعوب البحر. ثلاث معارك رئيسية، معركة العام الخامس ثم العام الثامن ثم العام الحادي عشر. هذه المعارك التي سجلت أخبار بعضها على السطوح الداخلية لجدران هذا المعبد ولصروح هذا المعبد. وعندما يذكر رمسيس الثالث فإنه يذكر معه أنه بالفعل آخر ملوك مصر العسكريين، آخر من دافع عن كيان الإمبراطورية المصرية في داخل مصر وخارج مصر. عندما أيضا نذكر رمسيس الثالث فلا بد أن نذكر معه هذا الكم الهائل من الأوقاف، أراض وقطعان وبضائع وقفت على هذا المعبد. وعندما نذكر أيضا رمسيس الثالث لا بد أن نذكر هذه البلدية، بلدية هرس، التي تتحدث عن مؤامرات جرت وتتحدث عن أيضا كم الهائل من الأوقاف. ثم عندما نذكر رمسيس الثالث أخيرا نذكر أنه في النصف الأخير من حكمه إن شئنا أن نقول هذا مال إلى الاسترخاء ومال إلى السلام ومال إلى الطمأنينة، وترك أمر الإمبراطورية لغيره واستكان واستراح وسجل نفسه هنا في هذا المكان في داخل هذه الأبراج وهو في حالة استرخاء مع زوجاته، يلعب بعض اللعبات التقليدية مثل الضامة وغيرها، وكأنه أراد أن يكف قليلا أو يبعد نفسه قليلا عن هموم الإمبراطورية وينعم بفترة سلام في هذه المرحلة المتأخرة منها. وليس أخيرا ما ذكرته، ولكن ما أود أن أذكره أخيرا، أننا عندما نتحدث عن هابو نتحدث عن استراحة ملحقة بهذا القصر. هذه الاستراحة الملحقة كان يخرج منها الملك لكي يظهر في صالة التجلي ولكي تجري الطقوس في رحاله. ثم نذكر أيضا مجموعة من الأعياد التي سجلت على جدران هذا المعبد. ثم نذكر أخيرا ذلك الدور الهائل لبعض السيدات اللائي حملن لقب زوجة الله، يد الإله، الحمد نتر والبرد نتر ومتعبدة الإله، وكنا بنات لملوك، وخصوصا كما ذكرت شبن أوبت أميت أكرت أو أمين إيردس وأميت أكرت، أميت أكرت تسمى في يونانية نيتوكليس، وأمين إيردس تسمى أمين رديس ولا شيء من هذا القبيل، أصحاب المقصورة الواقع على سم. لما نكتشف البرج هنجد أن يمنا منشآت
من الاسرات من الاسرتين 18 و 19 وعلى سنة منشآت من الاسرات 23 24 25 ثم لو اتخذنا يمين اكثر سوف نصل الى منشأة بنيت خارج الطابع المعبد وهي ما يسمى بالمعبد. معبد كهذا لابد انه كان محاط بسور ضخم من طوب اللبن سوف نجد ايضا بقايا هذا السور او اجزاء من هذا السور. معبد كهذا كرس بالقطعة وهو من بين معابد تخليد الذكرى او من بين المعابد الجنائزية تخليد ذكرى صاحب هذا المعبد في علاقته مع الاله امون كرس لامون وايضا لبقية الثالوثة. ولهذا نرى شيء طبيعي تمثالين لهذه الالهة بوجه اللبوة التي هي رمز من رموز الالهة موت وليست تخمت هنا في هذا المكان. اذا المكان مخصص لامون. وانا عمال اقول اخيرا 100 مرة لكن كل مرة بفتكر حاجة. واخيرا ان اردنا ان نتدرب على قراءة اكبر عدد ممكن من الالهة بالاضافة الى ما شاهدناه في المقبرتين الاخيرتين في وادي الملكات فليكن هذا هنا في الصالة القبل الاخيرة في معبد مدينة هذا. نرجو نحن نتقدم قليلا بس انا عايز كنت اسال الرئيس هنا دي طبعا بشكل عاصم المعماري لا يعبر عن الموازين العاصم المعماري ده يعبر عن رؤوس الاسر او رؤوس الاجانب الخاضعه لمصر. هل تحبوا انطلاقه دلوقتي نعمل زي بالنسبه لهم ان احنا نطلع البرج فوق عشان نشوف المنظر اللي بيمثله فيه علاقته مع زوجاته يعني هو بيلعب معاه والكلام ده. طبعا العمليه صعبه شويه بس قلنا كده ماجد اذا كانت صعبه ولا ايه في حد هيدوخ ولا هيتعب ولا هيعمل ولا طيب يعني هنطلع كده بالراحه نعم الحلول هنتكلم انت على مرحلة الاسترخاء ومرحلة الاستسلام للطرف الرفاهية تعبر عنها هنا في هذا المكان. لو بصينا اقصى الشمال عند النافذة اللي فوق في مواجهة النافذة في حد جاي؟ لا شايفين انه الملك بيداعب زوجته. احنا المناظر الحياة الخاصة دي لم نرى الا في حياة اخناتون لم نرى الا في حياة اخناتون. هنا بيداعب الزوجة الاصبع يمتد عند الذكر مظبوط يا شباب؟ المنظر فوق صحيح لكن منظر رائع ومعروف متميز. الاصبع امتد حتى يمكن ان يداعب زوجته. هنا ايضا نوع من التماسك بالايدي اللي شايف كويس يقول لنا اظن هي اللي قاعده مش كده؟ ولا هو؟ طيب واحد بس يتكلم اذا كنت شايفه ماجد قول وهي واقفه. في نوع برضو من التماسك بالايدي لو بصينا ده مش موجود احنا مش طالعين بس عشان المشوار لان ده مش موجود غير هنا يا اخواتنا. يعني هذا الاظهار الحياه الخاصه وهذه المرحله من مراحل الاسترخاء. وبعدين نشوف على الجانب الاخر بقى فين هنا بقى بيعملوا ايه هنا؟ هنا استسقونا المناظر التقدمه المنظر الثاني اهو برضه تشارك بالايدي يعني الالتباس بالايدي جلسي هي واقفه مش كده وهو جالس مظبوط يا شباب؟ هو هل فعلا اذا كنتم شايفين هل هي تبدو عاريه؟ او شبه عاريه او لابسه ملابس شفافه؟ لابسه ماشي الحال. اذا في هنا نوع من التشابك في الايدي. استنى بس خلينا نركز يا ادم اللي ورا اللي فين ورا يا سيدات مش كده؟ عاملين الاثنين عاملات زي ما يكون شكل يعني ماده من مواد الترفيه او شيء من هذا القبيل زي خبز زي قرابين زي شيء لابد ان يستمتعوا به اثناء يعني هذه المداعبه. اظن هذا المنظر مكسور خالص مش كده يا شباب؟ هو طبعا يعني هو طبعا اقرب منظر اللي هو ده اللي هي فعلا ايده لمست دقنها او اصبعه لمس دقنها. ارجو نحن لان الناس كتير جدا ما تعرفش مكان هذه المناظر فين لانها كده القضيه مش هذا المكان الرائع اللي هنشوف لو كل حضراتكم تيجي في المكان اللي فيه وبعدين هتشوفوا على اليمين يعني بس عشان تشوف تخطيط العمل المعبد على اليمين منشات الدار الحديثه على اليسار منشات زوجات الاله بنسميهم اللي هم اصبحنا بمثابه حاكمات في مصر. اظن بقى شايف ان المعبد على محور واحد رائع الصروح والخط الواحد الواضح بدون اي نوع من الخلل الواجهه فيها فتحتين زي ما كل واجهه فيها فتحتين المناظر التقليديه السور من الطوب اللبن. وبعدين عايزكم بقى تشوفوا السرح الجزء الايسر من السرح في منشآت هناك يعني تحطمت او تدمرت دي اللي بيسموها الاستراحه بتاعه القصر بتاعه اللي كان بيخرج منه الى هذا المعبد في مناسبات بعيده. بس احنا عارفين تخطيط المعبد احنا في البرج في مدخل بره البرج ثم الصروح ثم عن يسار قريب هنا اسرات 23 24 25 26 هنا دوله حديثه هناك خالص مجموعه المنشآت اللي اتدمرت دي اللي هي القصر او بقايا القصر وبعدين هنا
منشآت من عصور مختلفة، وفيها بيوت مساكن الكهنة، مساكن العمال، الخدم، المخازن، ويشوفوا برضو سمك السور. ده بيفكركم بسمك السور في معرض دمبرة في غيره من المعارض. يمكن ده المكان الوحيد فعلا اللي يقدر يبنيه بلان كويس وبيبذر العناصر المكونة لمثل هذا المعرض. هل كده واضحة العناصر دي؟ نعم؟ ده الحديث على اليمين، المعلمين. ده الحديث على اليمين، أسرات متأخرة هنا، وبعدين أبي رمسيس الثالث، كل ده رمسيس الثالث، منشآت من عصور متأخرة وعصور يونانية رومانية، مخازن ورا خالص، بقايا القصر، ثم هناك السور مكتوب الأول. استراحة القصر من الفصل الثالث. لا من الفصل الثالث. من الفصل الثالث الملقط. اللي هي في المنطقة اللي اسمها الملقط. أعتقد أنها هي جنوبا إيه ورا ورا أنا عمري ما رحتها. عشان فيها البعثة اليابانية، وأنا كنت ناوي أروحها فعلا من شهر لكن ما مشيتش منهم. هي في هذه المنطقة تقريبا في اتجاه اليمين. دون ترتيب زمني لكن هيركز على اهم ما هو في هذا المكان، وبعدين في طريق العودة ان كان هناك من وقت هنرجع الى الاقل اهمية. دي مجموعة المقاصير الخاصة بزوجات